بالنسبة للحلقات المتبقية أنا أعتقد أن لا زال هناك مجال في أن يستفيد الجمهور والشعراء على حد سواء. بالنسبة للجمهور الاستفادة من خلال إثراء الثقافة الشعرية لدى المتلقي ومتابعة هذا البرنامج الكبير. بالنسبة للمشاركين الاستفادة من تجارب المشاركين الآخرين في البرنامج في الحلقات السابقة في هذا البرنامج. فأعتقد أن هذا بحد ذاته استفادة كبيرة للجمهور وللشعراء على حد سواء. والله أنا مع المثل اللي يقول ما فاتكم اليوم تدركونه غدا. يعني الإنسان يعني يجب أنه ما يعني اللي يستفيد من أخطائه إذا كان هو شارك في المسابقة يعني الحلقات الماضية، ويستفيد من الناس اللي فازوا كيف فازوا وشلون طريقة فوزهم، في بيحصل الخلطة السرية، يعني راح يعرف الخلطة السرية. طبعا مثل ما انت عارف البرنامج شعري بحت، وهو يعتبر منشط للذاكرة الشعرية عند كل الشعراء. يعني الحين انا يوم اشوف لي شعراء يتنافسون وفيه فائز وفيه هم الكل فائز الحقيقة، وأنا أشوف إن يعني ظهور 12 شطر في نهاية الحلقة هذا اعتراف من اللجنة ومن البرنامج بجودة الأشطر هذه اللي ظهرت ووصلت النهاية. فأنا أشوف أنها أكبر حافز، يعني أكبر حافز للشعراء اللي مبطين عن الشعر أو أنهم متراخين في مقلين في الجديد. فأنا أشوف إن مثل ما قلت مثل ما تفضلت إنه يعني فعلا منشط للذاكرة الشعرية، واللي أنا أشوفه إن يعني حتى أكثر المجلات رجع بعد البرنامج أو رجعت كثير من البرامج الآن تقام أمسيات شعراء جدد يظهرون. يعني الحمد لله الله وفقنا وصار البرنامج يعني من الأشياء اللي خطط لها مسبقا إنها تكون علامة فارقة في الشعر. أنا أقول الجمالية اللي أكثر جماليات البرنامج إنه خلى كل مشاعر لا يركز يعني مثلاً في بناء كامل، لكن يركز حتى في الأجزاء والتفاصيل الصغيرة الدقيقة في القصائد. فإذا طلعت بقصيدة كل أجزائها وكل تفاصيلها الصغيرة تحمل جمالية بحد ذاتها، تطلع بقصيدة يعني توصل لقلوب الجميع مجرد يعني سمعها مرة واحدة. يستفيدون الشعراء مرتادين الساحة أولاً مسألة الذوق العام أو الذائقة الشخصية عند كل متلقي ترتقي للجمالية العليا. كل شطر بحد ذاته، كل نصف بيت فقط جميل وتسمعه تتلقاه تحفظه، يعمل عندك تطور لهالذائقة هذه، إنها دائما تتلقى الشيء الجميل وتسمع الجميل. هذا شيء عندك حتى في اللاوعي عندك، إذا بتكتب تبدأ تكتب من هذا المعيار. احنا أنا ذكرت في الحلقة إن الشعر بالنسبة لي أنا ما هو بالمفهوم الثلاثي أو الثالوث القديم إنه وزن وقاف ومعنى. أنا بالنسبة لي الشعر هو إحساس، فكرة، صياغة. هذا ثالوث بالنسبة لي أنا حاطة لي أكتب عليه. أتمنى أن في الفترة هذه وصلنا لمرحلة من الشعر تعدينا أن مسألة أن وزن قاف معنا. نتمنى أن الشاعر أو المتشارك معنا أن يخلق لنا الدهشة. وهذا ترى متجذر في الشعر أو متأصل في الشعر النبطي، يعني أكثر من عشرات السنين كان تغيم الظلماوي يستخدم هذا الأسلوب. شاعر شمري يوم يقول حق أبو الرشيد من كل فج يوصل أنك مناديب، ما هو غلا يا الضيغمي ميردلة، ما تستحي لا يقلل العذاريب لو تستحي ما ذات الطيب كله. هذا كان في نوع من التحديث ونوع من المفاجأة. أعتقد أن المفاجأة الشعرية هي المعيار. اللي يهمني أني أقول من نحن بشر، والشعر ليس رياضيات أو معادلة كيميائية حتى نتأكد أن هناك نتيجة واحدة غير قابلة للتكرار أو المشابهة. الجمالية اللي يمكن يشوف عوض علي يشوف
الجمالية في بيت آخر. نحن نتكلم عن ذائقة، نحن كشعراء نحاول قدر الإمكان أن ما نظلم مدرسة على حساب مدرسة. الحمد لله تينا الأسماء مغفلة من الأبيات، وحتى لو عرفناها نحن لن نجامل أحد. نريد من الناس فقط أن يعذرونا إذا حسوا أن هذا البيت أقل من البيت الثاني نوعا ما. أنت شفت العشر أبيات اللي تطلع على الشاشة الذهبية، يعني لو تختار أي واحد فيها ما بخسارة. الفروقات ترجع لذائقة الشاعر نفسه وذائقة عضو اللجنة، مو بأنا وسعد بن هندي فقط، نحن أيضا نشرك الإخوان الآخرين في اللجان الأخرى، تعالوا ساعدونا شو تشوفون أجمل حتى يتم التصويت على بيت يعني الأغلبية ترى أن فيه اختلاف عن الأخريات من الأبيات.